جمعنا اليوم ببلدتهم الأحبال وبمناسبة تشييع توسعة ثمانية مصالح عمومة وبولايتي الحوض الغربي وجيديماقة. وذلك بقرى أم الأحبال يعتي التيدوم، المركز الصحي بالطينطان، المركز الصحي بعين فربة، المركز الصحي بالطويل، المركز الصحي بالدويلالة وبقابو وبقري. وبتكلفة مالية مقدارها 80 مليون أوقية قديمة، ومدة التنفيذ لا تتجاوز 3 أشهر. والتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية والبنك الدولي من خلال مشروع دعم النظام الصحي عناية. أيها الحضور الكريم، مشروع عناية لدعم المنظومة الصحية والمنظومة الصحية القاعدية خصوصا وفق مقاربة التمويل مقابل النتائج.